أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة لما تحظى به رياضة الفروسية والخيل البحرينية من رعاية فائقة من لدن جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، أثمرت عن تحقيق مملكة البحرين العديد من الإنجازات في مختلف السباقات الدولية لا سيما في مهرجان رويال سكوت العالمي للخيل، مثمنا سموه مساندة ودعم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله والتي عززت من النجاحات التي حققت هذه الرياضة. جاء ذلك عندما شهد سمو الشيخ ناصر بن حمد يرافقه سمو الشيخ خالد بن حمد فوز الحصان ألدروف ملكي فريق كي اتش كي ريسينج بالمركز الأول في سباق كوينز فيس لمسافة 2800 متر والذي أقيم يوم أمس على مضمار سكوت للخيل ضمن سباقات مهرجان رويال سكوت العالمي للخيل. وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد بهذا الإنجاز الذي تحقق في اليوم الثاني من سباقات المهرجان العالمي مؤكدا أن هذه النتيجة تضاف للنتائج المتميزة التي حققتها المشاركة البحرينية في هذا المهرجان والتي تثبت المكانة الكبيرة التي تحتلها الفروسية البحرينية في المحافل العالمية. من جانبه أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد عن اعتزازه الكبير بما حققه الحصان ألدروف من نتيجة مشرفة في هذا السباق ومشيدا بالمستوى القوي الذي ظهر به الحصان بقيادة الفارس ديفيد إيكن والذي استطاع أن يتعامل بشكل مميز وأن يطبق خطة المدرب في التقدم والوصول إلى خط النهاية ليحصد من خلالها هذه النتيجة المميزة، متطلعا سموه إلى أن تواصل رياضة الفروسية والخيل البحرينية ظهورها المشرف وأن تحرز المزيد من النتائج المتميزة التي ترفع من خلالها اسم وعلم مملكة البحرين عاليا وفي هذه المحفل وبمختلف المشاركات القادمة. ألدروف يحاول مع ديفيد إيكن حفيد أيضا هو الآخر يحاول لكن زكريا في الصدارة وفي المركز الأول. ها قد دخلنا الفورلونج الأخير، ها قد دخلنا في الإثارة والمتعة. زكريا لا زال في المركز الأول لكن المركز الأول مهدد. أو ألدروف يا لها من نهاية، يا له من أداء، هل نجح في اقتناص اللقب؟ نقول لك ألف ألف مبروك وناموس، وناموسين، ناموس الاختيار وناموس السبق. الله يطول عمرك، أبدا فوزنا واحد. أهم شيء البياض الوجه اللي شفناه أمس واليوم، وهاي الحمد لله يعني يبين لك النجاح الحمد لله. اسمح لي قبل ما اسال عن الحصان اسال عن الويست كوست، الويست كوت عفوا، اختيارك صحيح اكيد يعطينا نحن ان كان عندك معنويه. امس لبست حمر وفاز بحمد، فقلت اليوم انا بس اصفر واسود يمكن افوز اتوفق، الحمد لله توفقنا. تستاهل التوافق. خبرنا عن اختيارك للحصان، لان سمعنا من الاخوان انك انت اخترته شخصيا ابو فيصل. نعم الحصان انا عجبني من اول ما شفت صورته في السيل وقلت والله بس الحصان خلاص يعني يعني البيدجري ماله عجبني نسله والحصان شكل، فالحمد لله توفقت فيه والله. ومن اول سباق وثاني سباق والحمد لله الحين شفته في الجروب هذه الحمد لله. كنتوا صبورين مع روجر فاريان سباقين سهلات تقريبا قبل بدايه القفزه الى الجروب. نعم. وما كنتوا متخوفين قبل القفزه مع القفزه الى الجروب؟ والله انا كنت متخوف لان زيده 800 متر. اي فمن يعني 800 متر قفزه قويه على جروب وفي راسين راكضين وياه راكضين هالمسافة، لكن الحصان بين طيب أصله وإن شاء الله أنه بعد الليايات إن شاء الله بتكون أقوى إن شاء الله. سموك سنة خير وإن شاء الله كل السنين خير عليك، شهامة في دبي وسباق كلاسيكي وبعد الحين في رويال أسكوت القادم، وهل بنستمر إن شاء الله مع هذه الدخل القوية في سباقات إن شاء الله؟ إن شاء الله إحنا مستمرين، الله طول عمرك، والفوز واحد وإن شاء الله الله يوفق الجميع إن شاء الله. إن شاء الله لمن تهدي هذا الانتصار؟ للكل، كل العرب. تستاهل. شكرا لك سموك، شكرا على وقتك.